السلام عليكم في حلقة جديدة. كيفاش تصوب درون ولا الكواد كوبتر؟ هذه الحلقة غادي نتطرقوا لبعض الحوايج اللي ما تطرقش لهم في الحلقة اللي فاتت. غنبداو اول حاجة هي لي باتري. لي باتري كنحتاجو الباتري يكونوا خفافين بزاف وكيعطيو الطاقة الكافية باش الكواد كوبتر ولا الدرون يطير. عندنا هادو اللي كاينين دابا في السوق هما لي باتري ليثيوم بوليمير. هادو الخاصية ديالهم هما انهم خفافين. هادي باتري 3 اس، يعني كتكون من 3 سيلول، نقدروا نحسبوهم 1 2 3 3 لي سيلول، كل وحده فيها 3.7 فولت فاش كتكون خاوية و 4.2 فولت فاش كتكون عامرة. هاد لا باتري يعني هاد 3 لي سيلول المجموع ديالهم هو 11.1 فولت. هاد لا باتري كتعطي 11.1 فولت فاش كتكون خاوية و 12.6 فاش كتكون عامرة. هاد لا باتري خصها شارجور ديالها سبيسيال باش تشارجا. انا عندي هاد الموديل، هذا مصنوع لهاد الليثيوم بوليمير. والحاجه المهمه هو هاد لا باتري ما خصهاش ديشارجا قل من الفولتاج اللي مكتوب فيها هنايا، يعني 3.7 فولت. الواحد خصو يحترم هذا، سينو الباتري الله يستر تقدر تشعل فيها العافيه ولا تحرق الدار ديالك، ولا المهم تقدر تسبب لك بزاف المشاكل. يعني حاجه بسيطه الا هملناها، هملنا الفولتاج. لهذا عندي دائما هاد التيستر، حتى هو خص مهم الواحد يكون عنده قبل ما يبدا في هاد العمليه ديال صنع لي درون، يكون عنده ان تيستور دو باتري. هذا لو بور، هو هاد لو بور هو باش كان شارجيوها وكي بالونسي كاع لي سيول، يعني كحط كل وحده كيحط فيها 4.2 فولت، كل وحده 4 فزي... يعني كل وحده كتشارجا بوحدها، كتشارجا بوحدها، ما كيتشارجش كلشي في خطره واحده. المهم كيتشارجا كلشي في خطره واحده، ولكن الشارجور كيعمل باش كيشارجي كل وحده بوحدها ويعطيها الفولتاج اللازم ديالها، بحيث كتقدر تكون وحده ناقصه على الاخرى. غنتيستيو هاد لاباتري. شو عندي؟ 2.5 فولت، 4 4، هلا كلهم فيهم 4. شوف اش هادشي، 4 4 4. هادي مشارجيه فيها 12.5 مشارجيه، وكل وحده فيها 4 فصيله. انا كنشوف مقلوبه في الكاميرا، كل وحده فيها 4.2 فولت، يعني مشارجيه هاد الباتري. هاد التيستور مهم، ويلا كان الباتري خاويه غيبقى يصوني ما كيوقفش. المهم القضيه ديال الباتري دابا عرفناها. عاوتاني باش نكملو، غنحتاجو دي موتور. انا اختاريت هادو لي موتور صغارين. اختاريت الشاسي ديالي، هذا الشاسي ديال واحد باش يبدا باش يتعلم، يعني بروتيجي. واختاريت هاد لي موتور كما كتشوفو، غادي يجي كل موتور غيجي في بلاصتو. هاد الموتور اختاريت دي 1108 6000 كافي. شنو كيعني هاد 1108؟ 1108 كتعني لو ديامتر ديال ستاتور فيه 11 ملم دو ديامتر، و 8 يعني فيه 8 ملم في لا روتور. 1108 هادو موتور 1108 اللي كيستهلكو ماكسيموم. هادو كتلقاه قبل ما تشري الموتور كتلقى سبيسيفيكاسيون ديالو، انتو كي كونسومو الماكسيموم 15 امبير، يعني الموتور كي كونسومي 15 امبير. 6000 كافي شنو كتعني؟ هضرنا على لا باتري. 6000 كافي يعني كتعني 6000 دوره في كل فولت. يعني الا كانت عندي لا باتري فيها 3 فولت، شحال غيدور الموتور؟ غادي يدور 6000 في 3، يعني 18000 دوره في الدقيقة غادي يدور. و إلا كانت فيها 10 فولت راه غادي يدور 60000 دورة في الدقيقة. يعني هاد 6000 كافي كتعني شحال من دورة كيدور في الدقيقة في الفولت الواحد. كيما هاد العملية حسابية سهلة، هاد 6000 كافي
وإلا كانت الباتري فيها 10 فولت غادي يدور 60 ألف دورة في الدقيقة. واختاريت كما قلت هذا كيكونسومي الماكسيموم 15 أمبير، خصني ناخد فلايت كونترولر ولا اللي غتحكم فيه تكون مجهدة على لي موتور. إلا كان اختاريت هادي 20 أمبير، دابا نهضر عليها من بعد. 20 أمبير يعني هادي خصها تكون أكثر من لي موتور، باش إلا كانوا حيت الا كانوا لي موتور لا بويسونس ديالهم كتر من الفلايت كونترولر غادي يحرقوها. خصها ديما هي تكون مجهده على لي موتور اللي غنستعملو. اختاريت هاد لي موتور شنو سميتهم اماكس، دابا نعطي لو ليان ديالهم لتحت. فلايت كونترولر خديتها من عند هادو جيب ار سي، و الشاسي خديته من عند بيتا فلايت بيتا اف بي في. بيتا اف بي في هذا شاسي بلاستيك، فلايت كونترولر، لي موتور، وكما قلت غنحتاجو الباتري، غنحتاجو الشارجور، غنحتاجو لا راديو، وغادي نحتاجو ريسيبتور راديو اللي باش الراديو تكلم لينا مع الكواد كوبتر ديالنا ولا الطيور ديالنا ولا الدرون ديالنا. بيان سور غنحتاجو الفير اسودي والدون. هذه واحد القضيه مهمه في المغرب، الدون ما كاينش ديال الالكترونيك، ما كاينش بحال في كازا كاين غير عند مراسي، وداك الدون اللي كيتباع عند الدروغري عيان يعني. يعني الا استعملتيه وبغيتي تسودي لاكارت ديالك غادي تحرق. خص بالفيرا سودي تقيس لاكارت تقيسها الماكسيموم 5 سكوند. الا طولتي اكثر من 5 سكوند عرف راه داك الدون عيان ولا الفيراسودي عيان. شاك فيل كتقيس طاق كتسودي طاق 5 سكوند ماكسيموم، حيت فيها دي كومبوزونت ميكروسكوبيك، ويلا غير ترعدتي ولا شي حاجه تخسر لاكارت. وبحال هادي كتسوى غالية، هادي كتسوى شي 60 دولار، حيت فيها لي كونترولور، فيها الفلايت كونترول، فيها كلشي اون سول كارت. المهم بقاو معايا غادي نوريكم دابا كيفاش تمونطيو الدرون ديالكم. كما كتشوفوا هذه هي لاكارت اللي غادي نستعمل، لاكارت جيب ار سي. هذا البرونشمون يو اس بي ديالها، هنا كي كنسوديو لي موتور تاست خيوط ديال لي موتور كنسوديو هنايا، هنا كنسوديو لي موتور، لي موتور الموتور الاول الثاني الثالث الرابع. المهم لاكارت لو سونس دو روتاسيون هو هذا القدام، هذا هو القدام ديال كواد كوبتر، وهذا هو اللور في كاين الضو. هنا كما كتشوفوا سوديت ديجا البلوس في البلوس والموا في الموا. الواحد خصو يرد البال باسكو هادشي قريب بزاف، يفيريفي البلوس في البلوس والموا في الموا. شوف اش كيبان هاد البلوس، هذا ها هو كيبان البلوس والموا، يعني الاحمر دائما الاحمر هو البلوس والكحل هو الموا. كما قلت في الحلقه اللي فاتت الا عرفتي بلي الاحمر هو البلوس والكحل هو الموا راه نورمالمون غادي تكون تقدر توفق في صنع الكواد كوبتر ديالك. هنايا غادي نسوديو كاين ريسيبتور، غنسوديو ريسيبتور 5 فولت، غنسوديو فيه لو روج. و جراوند، جراوند هو الكحل يعني هو لاماس، دايما الجراوند هو الكحل. وكاين ار 2، ار 2 هي لا ريسيبسيون. غنسوديو هنايا ريسيبسيون جراوند الريسيبتور ديالنا، وغادي نجربو نشوفو لو سونس دو روتاسيون لي موتور واش مزيان ولا مزيانش كيما وريتكم الحلقه اللي فاتت. ونورمالمون نسوديو غير لي موتور والريسيبتور، وعندنا ديجا خيط الباتري سودي، نوني كابابل دو تيستي الكواد كوبتر واش خدام ولا ما خدامش. هذا بالنسبه للفلايت كونترولر. وغادي عاوتاني نوريكم لوجيسيال كيفاش ديالها اللي كيتكونيكتا يو اس بي باش تريغلو شي حوايج. غنشوفو هادشي تا هو. لي موتور هادو اماكس 1086300 كافي. لا كارت كتجي بيان سور مع الشيما ديالها كيما قلت لكم جراوند. هنايا غادي نلصقو الريسيبتور ديالنا الجراوند، وخصو يتاليمونطا 5 فولت الاحمر والكحل هو الموان، و ار 2 هو فين غادي نلصقو الريسيبتور ديالنا السينيال الريسيبتور ديالنا. هنايا بيان سور راه كاين الجراوند
و 5 فولت، وكان السينيال فيديو ترانسميسيون، يعني ترانسميتر فيديو. هذه من بعد، غنقصوا ليها حلقة أخرى. دابا غادي نشوفوا غير كيفاش نركبوا لي موتور ونكونيكتيو كل شيء ونطيروا الدرون في هذه الحلقة هذه، والحلقة الجاية كيفاش تركب لا كاميرا ولا الفي تي اكس. اول حاجة غنبدا بها هي نسودي الريسبتور. غادي نسودي، عندك الصفر هو السينيال، الاحمر هو البلوس، الكحل هو الموان. غادي نبدا نسودي حاجة مهمة عاوتاني، خصها تكون عندك هاد لاباط، هادي باطا سودي كتساعد على فاسيلمون باش نسوديو. كما قلنا الحمار في 5 فولت. دابا صعيب عليا شوية باش نسودي قدام الكاميرا، غادي نحاول. صافي، هاي كتقيس الجروند في الكحل، الواحد كيقيس غير بشوية، ما كي يبقاش مورك بزاف باش ما يحرقش لي كومبوزونت. هذا تسودا مزيان، السينيال تسودا مزيان. شوفوا هاد الشيء، هذا الكحل كان فيريفي واش شي حاجه قيسه، واش كاين شي كور سيركوي. عندي هنايا هاد لالوب باش نشوف واش كاين شي كور سيركوي. الساعه ما كاينش. غندوزو ليتاب الثانيه، هي نسوديو لي موتور. ثلاثة الخيوط تاع لي موتور نسوديوهم هنايا، كاع لي موتور نسوديوهم. إما عاوتاني فاش تسوديو دايما تاخدو واحد شيتة سنان وتفروطيو، من إلا يكون شي لدون بقى بين السنينات كيدير كور سيركوي، بقيو هكا و سي بون. ودابا غنبداو نبريباريو ليتاب ديال باش نسوديو لي موتور. هنا دابا غادي ما غاديش نسودي، غادي غير نبريباري الدون هنايا باش نسودي لي موتور ديالي. غادي نبداو بالموتور الاولاني، خصني ما قلت غير خصني غير نقيس غير شويه. غادي ندير شويه لابارتا سودي، هادي كتعاون على لا سودور، ندير غير شويه غير نقيس. نحاول ما نقيسش لي سيركوي. دابا ندير لاباطا سودي، ندير شوية الدون، شتي كتعاون هادي كيما كتشوفو. يعني وجدت بين سودي لي موتور، ودابا غادي نسودي لي موتور. دابا هذا هو الشاسي ديالنا، قلنا غادي نديرو هذا هو القدام وهذا هو اللور. الور اللور غادي تكون سورتي ديال لا باتري القدام في هذا لو سونس. هاد الشاسي ديجا عنده فين لا كارت تحط، عنده هنايا بلاستيك، عنده واحد الحاجة خارجين كيشوف هاد التقابي، ديال لا كارت نحطو هكذا. ديجا كيتحط و كيجيو مع لي فيس دفيسي، المهم هي شادة بلاصتها. دابا قبل ما خصني نسودي لي موتور، واني ما غاديش نقطع عليهم الخيط، بغيت تنجرب الا ما يخدموش ولا شي حاجة. نورمالمون الخيط طويل بزاف، غادي نخليه هكدا طويل حتى نجرب، عاد نعاود ندي سودي ونسودي لا لونغور اللي بغيت. دابا الحاجه اللي غنقوم بها، غادي نفيسي لي موتور في الشاسي، غادي نفيسي لي موتور، غنبدا نفيسيهم.
بعدا فيسي الاولاني كما كتشوفوا فيكسيت لي 4 المطر، فيكسيتهم حطيت هاد لا بلاك دو كربون، ايوا فيكسيت لي موتور. دابا عندي كاع الخيوطة خارجين، 3 الخيوطة كل موتور، وغادي نسوديهم كما قلنا. هذا هو القدام، هذا هو اللور تاع لاكارت باش كيعرف لو سونس تاع الدرون. دايما ما خصكش تغلط، هنا ما دايرين حتى شي انديكاسيون فين هو القدام فين هو اللور. هاد لاكارت ما كايناش، خصك فريمون تكون عارفها، حيت عندهم هذا كيتسمى موتور ان، ديما الموتور ان لور. شوفوا هنا ديما الموتور ان لور، موتور دو القدام، موتور كات القدام، موتور تروا لور. هاد النماري ديما كيجيو في الشيما، موتور ان و تروا لور، موتور دو و كات قدام، هذا هو الشيما اللي كيجي في لي كارت. دابا غادي نبدا نسودي، غنبدا بالموتور. هذا الموتور كات قلنا، هذا الموتور كات، كما كتشوفوا سوديت كل شيء، لا سوديور مزيانه. كما قلنا هذا هو القدام ديال الدرون، هذا هو اللور. قال لي الريسبتور اللي كيتسارى بحال هكا، غادي ندير له سكوتش دوبل فاس وغادي نلصقو فوق لا كارت، وغادي نفيسي لا كارت بدو فيس، وابري غنبرونشيوها مع الاورديناتور باش نريغلو الريغلاج اللي بقى، ونشوفو لي موتور واش كيدورو في لو بون سونس دو روتاسيون. هاد لوجيسيال بيتا فلايت كما كتشوفو هو مكتوب هنايا. اول حاجة غادي نكونيكتي كواد كوبتر مع لوجيسيال، غادي نكونيكتيه. هو تكونيكتا، اول حاجه كنديرو كاليبراسيون داكسيليرومتر، تكليكي على هاد الاولى كاليبراسيون داكسيليرومتر. كتشوفو دابا كندير هكا، كيدير هكا، كنهز كنزيد القدام، هذا مقلوب، كنزيد القدام هذا مقلوب، شتي دير هكا كيدير هكا. شوفو السهم القدام ديالو كيدير العكس، يعني في كاينه لا باتري هي القدام. دير هكا سيدي، درنا هكا هذا العكس. غادي نشوفو علاش مقلوب، نمشيو بور هنايا، بيتش كاين هنايا، خصو يكون ما كتشوفو بورد سنسور، هادي الينيومون، مشيت للكونفيغوراسيون كاينه 180، غنديرها 0 0 دوغري، سيف اند روبوت، غنعاود نتكونيكتاو. دابا غنديرو كاليبراسيون اي سي، كاليبراسيون باقي مقلوب، باقي مقلوب، درنا زيرو ديفو، كلشي مقلوب فيه، درنا هذا كان ديفو، درنا زيرو، هاشي مقلوب. ها دابا كاليبراسيون دي زاكسيلوغومتر. دابا غنديرو نديرو القدام، دابا غيتبع الموفمون ديالي. شوف غنديرو هكا القدام، غيمشي القدام، غندير هكا هكا، نهز الفوق، كيدير بحالي كاع داكشي اللي كنديرو كيديرو هو. دابا مزيان، دابا مزيان، هادي كنتأكدو من لو سونس. غندور هكا خصو يدير بحالي، اللي غنديرو انايا خصو يدير بحالي في الأورديناتور. هادي هي ليطاب الأولى، ومن بعد كنحطوه في الأرض، كنحطوه أبلا أبلا، كنحطوه وكنكليكيو على كاليبرات أكسيليرومتر باش كيعرف شنو هو لوريزونتال. دابا هاد ليطاب الاولى سالينا.
ليتاب الثانيه قلنا كنشوفوا هاد لاباج كونفيغوراسيون، كنشوفوا لو سونس دو روتاسيون ديال ليليس مقلوبين، وانا كيدوروا على برا، وهنايا لا فليش كتشوفوا كيدور لداخل. الو كنجي هنايا كنقول له بغيتهم يدوروا على برا، او مقلب قلب لو سونس، كنسوف غارديو سوف غارد. عاوتاني ليتاب الاخرى، المهم ما كنقيسوش بزاف هادشي، كندير موتور ستوب، هادي باش لي زيليس ما يدوروش فاش اول مرة تبرونشي لا باتري، باش يبقاو واقفين. اوكي سوف غارديو. ليتاب الاخرى ريسيبتور، خصني نبرونشيو لا باتري باش نعرفو واش الريسيب واش الراديو ديالنا كتكومونيكي مع الدرون. الطاب اللي كاينه دابا هي خص كنمشيو لهاد لاباج، هادي ريسيبتور، كتشوفوا هنا حتى حاجه ما كتحرك، كنحرك حتى حاجه ما كتحرك، يعني هاد ريسيبتور ما كيكومونيكيش مع لا كارت. غادي نمشيو لكونفيغوراسيون، غادي نهبطو شنو الغلط اللي كاين، ماشي كونفيغوراسيون، غنمشيو للبور كونفيغوراسيون ولا سيت اب كونفيغوراسيون. لا غلط اللي كاين هو هاد الريسيبتور اي بوس وهذا اس بوس، غادي نبدلو اي بوس. سوفغاردي غنمشيو ريسيبتور، نشوفو دابا غنديرو الرول، شتي هو بدا كي فاش كنحرك لو رول، شوفوا هنايا كنحرك، شو كيتحرك هاد لا بار روج، لو رول، لو بيتش، ها هو لو بلو كيتحرك، لو يو ها هو هذا كيتحرك، لا ميم شوز كتشوفوا الطياره هنايا كتحرك فهاد الكوان هذا، و لو تروتل لو بلو كيتحرك، هذا لي غاز كيتحرك. المهم ريسيبتور كي كومونيكي دابا. شنو اللي بقى نديرو، شوفو هنا بور فين برونشيتو قبيله الريسيبتور في الاغ 2 على حسب الشيما، اغ 2 خصنا اكتيفيو سيريال اريكس، كيجي هنايا كاين يو ارت 2 اكتيفيو هذا في البور. شنو كاين عاوتاني، دابا غنمشيو للموتور، الباتري ديما مبرونشيه، الباتري راه مبرونشيه مع الدرون، غادي نمشيو للموتور دابا، نمشيو الجهه ديال الموتور هنايا، الموتور ها هي هنا، وغادي اكتيفيو نورمالمون، خصني نحيد لي زيليس باش قبل ما نحيد لي زيليس قبل ما نتيستي. غادي اكتيفي هادي، ما ديروش بحالي، انا عارف موتور ان هو هذا، موتور ان هو هذا، ان هو هذا 2 3 4، غادي نخدم الكات نشوف بار اكزومبل، الموتور كات كيدور مزيان، لو سونس ليبريت كيدور مزيان، موتور 2 موتور 2 كيدور مزيان لو سونس لي بغيت، موتور 1 موتور 1 مقلوب كيحركش الدرون مقلوب. اوكي غادي نفيدي في الموتور 4، دابا مبلوكي موتور 3 مبلوكي بكابل يو اس بي، خصني نحيدو نفيريفي. كاينه هاد ليتاب هادي مهمه في هنايا باش اختاروا لي مود، لي مود هنا شو خاوي، بغيت هاد لي بوطون هادو، بغيت هاد لي بوطون هادو ندير فيه هاد البوطون هذا، بغيت ندير فيه مود ستابل ايتر ستابل، و مود اكرو يعني ليبر ماشي ستابل. غادي نجي هنايا غادي نقول ليه ندير نبرونشي الدرون لا باتري باش الريسيبتور يقدر يكومونيكي مع الراديو. دابا غادي نديرو ادرانج، غادي نحرك هاد البوطون هذا، شتو راه كاينه واحد العلامه
كتحرك هنا هي الوسط ادرج انجل غادي نقول له انجل هو هذا لا نقول له انجل هو الوسط ادرج اوريزون هو التحت انا دائما اوريزون صافي يعني الوسط ستابيليزي لتحت اد او فول اوريزون يعني كيعاونك شويه والوسط دائما ستابيليزي 100% وهنا ما كاين والو مود ليبر هذا هو باش كنديروا اف بي في ونسوفغاردي هاد الساعه هادشي اللي كاين في هاد لاباج مود دابا راه كتشوفوا فاش غادي ناكتيفي البوطون شي هاد البلاصه كترجع اورانج نطفيه انجل يعني ستابيليزي غنهبط لتحت هادي لا هوريزون غترجع اورانج شتو هادي مهمه بزاف اوكي دابا غادي نقلب لو سونس دو روتاسيون ديال لي موتور وغادي نمشيو نجربو الدرون كما كتشوفوا مونتاج ديال الدرون دابا سهل شويه بالنسبه لشي واحد الا كيبحث وكي كيقلب شويه في يوتيوب سهل بزاف الواحد اللي راه بدا خصو يبدا يشوف دي فيديو كاين دي فيديو اون فرونسي كاينين اون انغلي المهم يتبع شويه كما كتشوفوا ساليت المونتاج كانوا هاد الجوج مقلوبين اش درت ديسوديت لي فيل وقلبت غير الخيوطه قلبت الخيوطه جوج الخيوطه هنا وقلبت جوج هنا ديسوديت وقلبت ولا كيدور في لو سونس دو روتاسيون لي بغيت دابا غادي نمشيو نجربوه كاين واحد الحاجه نمشيو نجربوه الا بغينا ناكتيفيو الدرون واخا تشعل الدرون وتشعل الراديو ما غاديش يطير باش تاكتيفيه كاين سوا كتجر لا مانيت تجرها ليمن باش تاكتيفيه تجر تروتر الغاز ليمن باش تاكتيفيه ولا تاسيني ان بوتون بوتون بلوجيسيال اللي وريتكم سميتو ارم في داك طابلو مود ارم باش ارمي هي تاكتيفي طفيو تشعلو يلا دابا غادي نمشيو نجربو هذا نشوفو واش غادي يطير اوكي غادي نحطوها هنايا نشعلو نشعلو نحطوها هنايا غادي نجربو اول طيرة شفتو تم مزيان بالنسبة لأول مونتاج خدام مزيان نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه